غزة والربع من صوت لبنان مع تحيات السكفوري ميشيل الصيفي وسيف ماضي. العناوين: باكج قيد الإعداد، اعتذار الحريري وحكومة انتخابات انتقالية حسب معلومات خاصة لصوت لبنان. أزمة المحروقات على حالها، اتفاق بين عون وسليم على الإقراض بانتظار تجاوب دياب. اللجان النيابية تقر البطاقة التمويلية بحد أقصى 137 دولارا، والدولار يلامس 16,000 ليرة في السوق السوداء. تسونامي كورونا في تونس، وبايدن يحذر من خطر السلالة الهندية. كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية. داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. Follow us on Twitter. تويتر at صوت لبنان. بالاسم بطاقة تمويلية، بالفعل بطاقة انتخابية بأسلوب التوظيف الانتخابي الذي مارسته الأحزاب الشريكة في حكومة الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018. بالاسم لبنانة المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة، وبالفعل صناعة سياسية محلية لترويج حكومة محاصصة ينال كل ديك 6 من أصل 8 وزراء في كل فئة. المبادرة تنتظر إشارة الأمين العام لحزب الله الذي سيتحدث غدا بعدما يكون قد أوفى المتنازعين على الثروة الحكومية نبيه بري وجبران باسيل كلا بعض حقه، ما يذكر بالدور السوري خلال حقبة الوصاية، بحيث يدخل الفريقان عنجر متخاصمين ويخرجان متفاهمين من دون أن ينال أي منهما مطلبه كاملا. وبالتوازي تعمل أوساط محلية نافذة بالتواصل مع جهات أوروبية على تقديم باكج تنفيذي يقوم بحسب معلومات خاصة لصوت لبنان على التالي: أولا، التفاهم مع رئيس المكلف سعد الحريري على الاعتذار المسند إلى اتفاق مسبق على تأليف حكومة انتخابات يكون للحريري فيها حق التذكية وحق النقد على اسم رئيس الوزراء. ثانيا، تنهض الحكومة لفترة انتقالية وببرنامج محدد بنقطتين: إجراء الانتخابات النيابية المبكرة إذا أمكن وإلا في موعدها الطبيعي، والاهتمام بالشأن الحياتي. ثالثا، هذا الإخراج يشكل خروجا ناعما ولطيفا على مبادرة الرئيس بري ودفنا محترما لها بعدما اعتبرت المبادرة الفرنسية بحكم المنتهية. رابعا، تبقى مسألة غير محسومة يحاول الأوروبيون الضغط باتجاهها وتقضي بعدم تعديل أو تقصير أي من الولايات الدستورية سواء الرئاسية أو النيابية، لكن مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد ثقة اللبناني بمجلسه وثقة المجتمع الدولي بلبنان تلافيا للارتطام الكبير. البداية من الأزمات المعيشية: لا تزال أزمة المحروقات من دون حل، والاجتماع الذي عقد في بعبدة لم يخرج عنه أي تصور واضح بعدما تردد أنه سيبحث رفع الدعم على المحروقات إلى 3900 ليرة بدلا من 1515 ليرة للدولار الواحد، وتردد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب رفض التوقيع على الإقراض من مصرف لبنان لحل الأزمة. مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى خبرا عن استياء الرئيس عون من امتناع دياب عن التوقيع على الإقراض من مصرف لبنان، مؤكدا أن تعاون قائم بين الرئيسين على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
المصرف المركزي طالب الحكومة بالعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح له باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع التزامها الصريح بإعادة أي أموال مقترضة منه ضمن المهن المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 13 من القانون نفسه بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع. وأكد مصرف لبنان أنه على استعداد كما فعل تاريخيا أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي. اللجان النيابية المشتركة تقر البطاقة التمويلية التي سيستفيد منها أكثر من 500,000 عائلة، وأعطيت الحكومة صلاحية حد أقصى 137 دولارا على أن تقدم في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب لمناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم والسلع التي سيشملها رفع الدعم. البطاقة أقرت، فكيف ستنفذ؟ الجواب في هذا التقرير لترازي الخوري. البطاقة التمويلية التي وعد بها المواطن اللبناني القابع أمام محطات المحروقات وأمام السوبر ماركت أقرت. ماذا توفر هذه البطاقة على الطبقة الفقيرة؟ سؤال أجاب عنه رئيس جمعية حماية المستهلك زهير بلو. وقف كافة أشكال الدعم وإعطاء البطاقة التمويلية للمحتاجين، العائلات الفقيرة المتوسطة كمان الصغيرة. هذا هو الحل اليوم للخروج من الأزمة، ووضع خطة طبعا يعني البلد، خطة مالية اقتصادية. الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين تحدث عن تأثيرات البطاقة التمويلية على المواطن اللبناني. في حال رفع الدعم الكلي عن الدواء وما تبقى من مواد غذائية مدعومة والمحروقات، طبعا تأثيرها بيكون كتير محدود، لأنه مثلا الدواء في حال رفع الدعم الكلي عنه سيرتفع سعره ما بين 7 و8 أضعاف. اليوم البنزين إذا تم تسعير الصحيحي على 3,900 بيصير حقه 60,000 ليرة، إذا رفعناه كليا بيصير حقه 195,000 ليرة. المواد الغذائية المدعومة رح يرتفع سعرها بين 3 إلى 4 أضعاف، وبالتالي إذا أعطيتين المواطن 90 دولار أو حتى 137 دولار بيكون التأثير محدود جدا، بس بتخفف، بس بيكون تقليل من آثار رفع الدعم بيكون محدود جدا. أخيرا أقرت البطاقة التمويلية وتبقى العبرة في التنفيذ. تريز الخوري، صوت لبنان. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعتبر أن لا قيمة للبطاقة التمويلية من دون تنسيق مع البنك الدولي، لافتا إلى أن ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل، داعيا إلى إعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة. ورأى جنبلاط أن أحد أسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو أن الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة إلى الأسطوانة عينها في التأليف والتشكيل. سعر صرف الدولار وصل اليوم إلى مستوى غير مسبوق في السوق السوداء ملامسا 16,000 ليرة. وأزمة نفاذ المزود في صيدا دفعت بالنائبة بهية الحريري إلى التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والاتفاق على تأمين نحو 335 ألف لتر من منشآت الزهراني تم توزيعها على المستشفيات ومعمل إنتاج الأكسجين الوحيد في الجنوب والأفران ومحطات الوقود والمولدات الكهربائية. واحتجاجا على أزمة الوقود وارتفاع سعر الدولار والأوضاع المعيشية والاقتصادية، قطع عدد من الشبان ساحة إيلية في صيدا بسيارات فرغت من البنزين قبل أن يعيد الجيش فتحها، كما قطع طريق شارع المصارف في صيدا وساحة النجمة بالإطارات المشتعلة. آخر المستجدات على الساحة الداخلية كانت مدار بحث بين بث من حزب الله وحزب تشناق في مقره في بوش حمود، وكان تشديد على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ البلد من الأزمة الراهنة والعمل على تأمين المقومات الحياتية الأساسية للمواطن.
الرئيس أمين الجميل أجرى محادثات مع المسؤولين الألمان تمحورت حول بلورة مبادرات آنية وطويلة الأمد ألمانية وأوروبية تحاكي الوضعين الاقتصادي والإنساني في لبنان، وتستهدف إعادة بناء المؤسسات على أساس الإصلاح المستدام. وكان الرئيس الجميل قد التقى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رئيس مقاطعة نورث راين وستفاليا أرمين لاشيت، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا خلفا المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل في ضوء الانتخابات العامة في أيلول المقبل. وتناول البحث مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حيث شدد الجميل على أهمية معالجة المخاطر الناتجة عن تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة عبر الأذرع التي تدعمها طهران في بعض الدول، والتي كان نصيب لبنان منها عزله عن محيطه العربي. وناشد الرئيس الجميل مضيفه بالعمل من خلال النفوذ الألماني داخل الاتحاد الأوروبي على بلورة برنامج إنقاذي يستهدف انتشال لبنان من المخاطر المتعددة الوجوه التي يرزح تحتها، وبخاصة الأزمة الإنسانية التي تعصف باللبنانيين. الكتلة الوطنية تطلق برنامجها السياسي، والتفاصيل مع مروان الأتوم. دولتنا دولة من أول وجديد عنوان لبرنامج حزب الكتلة الوطنية السياسي الذي أطلق اليوم من بيت الكتلة في جميزة بحضور أمين عام حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر وعدد من ممثلي المجموعات التغييرية ومحازبين كتلويين. أمين عام الحزب بيير عيسى عاد وانتقد الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى التفليسة ولا تزال مصرة على متابعة التخريب. أحزاب الطوائف، أحزاب السلطة، أحزاب التسويات والمحاصصة دمروا لبنان وبعدها عم بيدمروا لبنان. اليوم جاي أحكيكم عن فرق بين دولة تكون عن جد دولة ودولة الدوليات اللي آمنين فيها. دولة اللي عن جد دولة عندها مشروع حكم، ما عندها مشروع سلطة. هن اللي أكيد إنه بيعرفوا يأخذوا السلطة، بيعرفوا خاصة يتكمشوا بالسلطة ويحافظوا على السلطة، بس اللي أكيد أكثر إنه ما بيعرفوا يحكم والسجرة تنعرف من ثمارها. تفليس الكارثية اللي معيشين إياها أكبر برهان. عيسى الذي أسهب في التحدث عن مشروع دولتنا دولة من أول وجديد ذكر بمبادئ الكتلة الوطنية الحزب العريق المتجدد. نحن كحزب كتلة وطنية حزب تاريخي ومعروف من وقت تأسيسنا شو إنجازاتنا ومبادئنا وبرامجنا، مش رح نحكي عنه اليوم، بس اللي معروف كمان انه من وقت انشائنا نحن مش مشروع حزب، نحن مشروع وطن، نحن مش مشروع حزب، نحن مشروع دولة، مش مشروع زعيم ولا مشروع نائب ولا مشروع مختار. اللقاء شهد أفلام توعوية قصيرة تشرح مضمون البرنامج السياسي للكتلة الوطنية على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإنمائية، الصحية، المالية وحتى الأمنية. من بيت الكتلة في جميزة، مروان قدوم، صوت لبنان. بعد الفاصل عويدات يفتح تحقيقا بالإثراء غير المشروع. كبابجي عم يضرب من جديد من بعد ساندويش الكفتة اللبنانية النص كيلو، هلأ ساندويش الدجاج كريسبي كمان حوالي النص كيلو بس ب28,000 ليرة. الدجاج كريسبي مع بطاطا، ملفوف، مايونيز، خالي من البيض، كبيس وتوم، خبز عربي رغيف أو خبز فرنجي، هودي كلهم بس ب28,000 ليرة. لكن صار الكفتة اللبنانية نص كيلو والدجاج الكريسبي كمان نص كيلو من كبابجي. للدليفري تصلوا على 1590 أو نزلوا أبليكيشن كبابجي. في موشات المساء اليوم الخميس، ما هو المتوقع من القمة الأمريكية الروسية ومحادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، وما معنى الحديث الأمريكي بأن هذا الاتفاق غير كاف لمعالجة ملفات الصواريخ الباليستية ودعم إيران لوكلائها في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان، وعندها ما سيكون عليه نصيب لبنان من كل ما يجري؟ الجواب مع السفير المتقاعد مسعود المعلوف. موشط المساء من صوت لبنان بعد نشرة الخامسة والربع، إعداد وتقديم جورج شاهين.
فتح المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدة تحقيقا أوليا ضد كل ما يظهره تحقيق من الموظفين الحاليين أو السابقين الذين حولوا مبالغ مالية إلى خارج لبنان بجرم الإثراء غير المشروع. نبه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من أننا قد نقع مجددا في المحظور، لأن الاستهتار بالإجراءات الوقائية مؤشر يدعو إلى القلق، ولا سيما أن المتحور الهندي سريع الانتشار. نقابة المستشفيات أكدت أنه بات متعذرا استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة من دون تحميل المريض فروقات في أسعار المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية، واعتبرت أن الضياع والفوضى هما سيدا الوضع، وكل يوم يحمل لنا مفاجآت لا تكون في الحسبان، ومنها على سبيل المثال الشح في المواد المضللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعية، وفي مادة المازوت التي تهدد المستشفيات بالإقفال. وأكدت أن لا حل لمشاكل القطاع الاستشفائي من دون دعم خارجي لن يأتي قبل تشكيل حكومة. أوقفت مجموعة من الشبان شاحنة محملة بالحليب على طريق حلب في عكار ووزعته على المرة. بعد أيام على فاجعة السعديات التي راحت ضحيتها عائلة بأكملها من بلدة الشرقية، شيعت البلدة والجوار الضحايا الخمسة الأم وبناتها من الحويلي بعد وصول الوالد المفجوع فجرا إلى مطار بيروت عائدا من ليبيريا متقدما موكب التشييع. نقلت وكالة رويترز عن عضو في اللجنة العلمية في تونس أن موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء. هذا وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا عتبة 20,000 لأول مرة منذ 5 أشهر، كما ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 568 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة منذ كانون الثاني الماضي. وسجلت بريطانيا 16,135 إصابة جديدة و19 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من خطر السلالة الهندية، مشيرا إلى أنها مميتة، وشدد على وجوب الإسراع بتلقي لقاحات حتى يمكن التصدي لها قبل فوات الأوان. إلى ذلك لفتت شركة فايزر إلى أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة، مؤكدة أن لقاحها فعال ضدها بنسبة 90%. أكد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور وصوله إلى القمة الأوروبية في بروكسل أن الحوار مع روسيا ضروري لاستقرار أوروبا، لكن يجب أن يكون طموحا وحازما بشكل لا نتنازل عن شيء على صعيد قيمنا. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت بدورها نتطلع إلى حوار مع روسيا يسهم في حل الأزمات. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القطاعات الرئيسية في اقتصاد بيلاروسيا بما في ذلك الأسمدة والنفط ومنتجات التبغ. أعلن رئيس هندوراس فتح سفارة لبلاده في القدس في خطوة وصفتها الخارجية الفلسطينية بأنها انتهاك للقانون الدولي. قدم رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد استقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. قال مسؤولون أمريكيون أن أكثر من 100 وحدة إطفاء وأنقاذ تفتش في أطنان من الأنقاض بعد انهيار جزء من بناية سكنية في منطقة مطلة على المحيط شمال ميامي بيتش بولاية فلوريدا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 على الأقل، وأجلي العشرات من المبنى ومن فندق قريب في وقت لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة ولا سيما فوق الجبال وفي الداخل. كان في النشر باكيج قيد الأعداد، اعتذار الحريري وحكومة انتخابات انتقالية حسب معلومات خاصة لصوت لبنان. أزمة المحروقات على حالها، اتفاق بين عون وسليم على الإقراض بانتظار تجاوب دياب.
اللجان النيابية تقر البطاقة التمويلية بحد أقصى 137 دولارا، والدولار يلامس 16,000 ليرة في السوق السوداء. تسونامي كورونا في تونس، وبايدن يحذر من خطر السلالة الهندية. وقبل ختام النشرة ننتقل مباشرة إلى زميل محمود شكري. تفضل محمود. نعم، حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية، وإما الفوضى أو الانهيار. ليس لديكم حلول، ارحلوا البديل. حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية. هذه هي اليقظات الآن في شارع الحمراء لمظاهرة انطلقت من أمام المصرف المركزي، وهي في هذه الأثناء تشوف شارع الحمراء. المظاهرة تقريبا تقارب 100 من المتظاهرين والمتظاهرات الذين كانوا سابقا نعرفهم في المسطات التي تخرج الاحتجاجات في 17 تشرين. هي تجمعت وبدأت من أمام المنطقة المركزية، والآن هي كما أشرت تحاط بعدد كبير من قوى الأمن الداخلي وأيضا من الجيش اللبناني. كان من المتوقع هذه المتظاهرة التي دعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون حاسدة في ظل الحديث عن الاتفاق التعويضي للدولار الذي لامس هنا في الحمراء منذ بعض الوقت 16,000 فما فوق، مما انعكس على الحركة الاقتصادية داخل هذا الشارع الذي يعتبر عصب تجاري داخل العاصمة بيروت. نتوقع أن تستمر هذه الصغارة إلى آخر الشارع، وبعدها ذكرت بعض المواقع أو بعض المعلومات منذ بعض الوقت عن إغلاق تحت جسر المطار بالإطراف وبالحاويات النفسيات على بطاقة، في حين ترجع معلومات أن يكون هناك موجة داخل العاصمة بيروت. أعود بذلك اليوم الذي يتعرض أحد المتظاهرين الوطن للأحياء والوطنية للفقراء في شارع الحمراء، ودائركم جاتنا في الأسفل. شكرا للزميل محمود شكر. النشرة انتهت، تتابعونا بعد قليل معشة المساء مع سفير المتقاعد مسعود المعلوف.